يا سلام على ولي على العاهل السعودي الملك عبد الله، وايضا ايضا التوقيع هذه المبادرة الخليجية. اذا ايضا تسبب الجمود السياسي بسبب الاحتجاجات التي كانت تطالب بانهاء حكم الرئيس صالح في اشعال الصراع مع الاسلاميين وكذلك الانفصاليين في اليمن، مما هدد بحال من الفوضى دخلتها اليمن والشلل كما قلنا حدا بالدول الخليجية إلى التحرك وطرح هذه المبادرة الخليجية، وأيضا تصعد الأمر لدخول مجلس الأمن وأيضا الأمم المتحدة. نعود إلى مدير مكتب العربية خالد المطرفي. خالد، لربما نشاهد الآن في الصور، أرجو أن تشرح لنا هذه الصور إذا كنت تراها، هي أطراف المعارضة اليمنية تدخل. هل نحن قرباء من أو ما زلنا الآن بالقرب من توقيع هذه المبادرة الخليجية؟ هل بقي شيء؟ طبعا هو يوم تاريخي برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز. هذه الرعاية والتي استمرت فترة طويلة لكي يتجنب اليمن أي مزيد من الدماء وحقد للدماء وأي فوضى قد تحدث في هذا البلد الشقيق. المبادرة الخليجية والتي انطلقت بعد تشاور قادة دول مجلس التعاون الخليجي لإطلاق هذه المبادرة لحماية المكتسبات اليمنية والمؤسسات اليمنية وأيضا قبل ذلك الشعب اليمني. طبعا هي لحظة تاريخية حاسمة ينتظرها كل اليمنيين. يحضر عدد كبير من الأحزاب المعارضة، كما ذكرنا أن محمد سالم باسندو رئيس المجلس الوطني حاضرا، ياسين سعيد نعمان رئيس الدولي المشترك ومن الحزب الاشتراكي، وحسين ابن عبد الله الاحمر رئيس مجلس التضامن الوطني، وعبد الوهاب الانسي امين حزب الاصلاح، وحسن زيد من حزب الحق، والحركه طيب. الديمقراطيه للتغيير ايضا خالد يحضر ممثل عنها. نعم ساعتذر منك، سنعود اليك، ارجو ان تبقى معي لاذهب الى مراسل